هلا بالنسبة للي سألوني عن المتحور دلتا من فيروس كورونا، فنعرف انه الحكومة الهندية اكتشفت هذا المتحور واطلق عليه المتحور دلتا، وصار في اعداد اصابات وفيات كتير كبيرة بالهند مثل ما بنعرف اذا انتم كنتم متابعين. وبالنسبة لهذا المتغير أو المتحور، يا بيقولوا عنه متغير أو متحور، فهذا المتحور بسموه بالطفرة B1617 2.1 أو كمان اسمه دلتا بلس AY1. وبالنسبة لهذا الفيروس هو أكثر خطورة بهذا الشكل من السلالة الأولى اللي طلعت من فيروس كورونا. ووفقا لل WHO ومنظمة الصحة العالمية، انتشر متغير دلتا الأصلي الأشد عدوى بجميع أنحاء العالم، وهو بطريقه ليكون السلالة السائدة عالميا. هلا بالنسبة للعديد من الدراسات أظهرت أنه معدل تكاثر المتحور دلتا هو أسرع وبينتشر بسهولة أكبر وبيلتصق أكثر بمستقبلات خلايا الرئة. ووجد باحثين بدلهي بالهند بدراسة ما تم مراجعتها من قبل الأقران، وجدوا أنه هذا المتحور تسبب ب يعني ثلاث أرباع العدوى الاختراقية اللي انتشرت بالمدينة بدلهي بالهند. ونقصد هون بالعدوى الاختراقية اللي هي مصطلح يطلق على الأشخاص اللي هن أخذوا اللقاح ورغم هيك انصابوا بالفيروس. أوكي؟ هلا بالنسبة لأوروبا، بأوروبا اكتشفوا الطفرة الجديدة هاي من المتحور دلتا بشهر آذار أول مرة. وبالنسبة للهند تم الكشف عن هذا المتحور بشهر حزيران، تمام؟ يعني الشهر الماضي. وطبعا هذا الفيروس أثار مخاوف عديدة، لأنه انتشاره مثل ما قلنا كتير سريع، وبيصيب كمان فئة الشباب مثل ما أنا كتبت بأحد البوستات السابقة. هلا في احتمال كتير كبير اللي سألوني حول اللقاحات، هل هي حتوقف بوجه هذا المتحور ولا لا؟ في احتمال كبير انه ما توفر اللقاحات بشكل الحالي الحماية تجاه المتحور. طبعا نحن بننتظر المزيد من البيانات والابحاث بالاشهر القادمة لنشوف هذا الشيء. وبالنسبة لوزارة الصحة الهندية قالت انه هذا المتحور بيتمتع بقدرة مماثلة على التهرب من جهاز المناعة، وبالتالي بتكون الفائدة من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو المونوكلونال أنتي بوديز بتكون يعني أقل. حتى انه الجرعة الوحيدة من اللقاحات غير كافية للوقوف بوجه المتحور دلتا فاريانت. ثبت انه جرعة تانية يعني بتنتج ما يكفي من الأجسام المضادة ضد العدوى المترافقة مع أعراض شديدة، بس مثل ما قلنا هذا الشيء لا يعني انه ما في أشخاص مثل ما قلنا يعني هن أخذوا اللقاحات وانصابوا بالمتحور دلتا. وجد باحثين بريطانيين كمان انه فعالية جرعة واحدة من لقاح فايزر ضد المتحور دلتا بتكون حوالي 33% وبتوصل ل 88% بعد الجرعة الثانية. فإذا كان جرعة واحدة مثل ما قلنا الفعالية 33%. بالنسبة للقاح أسترازينيكا الفعالية بالجرعة الأولى 33% وارتفعت ل 60% بالجرعة الثانية. مثل ما قلنا إنه فعالية اللقاحات الحالية بهذا الشكل إذا ما تم تطويرها هي قليلة، ولكن العلماء كمان عم يشتغلوا على تطوير لقاحات ضد المتحور دلتا أو أي متحور يمكن كمان يطلع. مثل ما قلنا إنه نحن بدنا نتعايش مع فيروس كورونا، وخاصة إنه عم يتحور لأشكال عديدة، ولازم نبقى محافظين على التباعد الاجتماعي ولابسين الكمامة مثل ما قلنا، واخدين كل الاحتياطات حتى لو انت اخذ لقاح. اوكي، حتى لو انت اخذ جرعتين من اللقاح سواء كان استرازينيكا سواء كان فايزر الى اخره. هلا يعني بتأمل الدول انه يعني يزيدوا نسبة التلقيح بكل دولة من هالدول هي، وطبعا تطبيق مثل ما قلنا قواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة و
تخفيف قدر الامكان من التجمعات مثل ما قلنا، لانه هذا الفيروس منتشر يعني بنسبه عاليه. ف يعني شخص واحد ممكن انه يسبب عدوى 8 او 9 اشخاص. فاذا كان يعني الشخص مصاب بهذا الفيروس حينشره لاعداد كبيره من الاشخاص الثانيين، اوكي، وبشوفه كيف حينتشر في حال يعني صار هذا الشكل من الفيروس هو المسيطر. فخلونا نحن منتبهين، حتى لو انتم اخذتوا لقاحات انتبهوا على حالكم، وبتمنى لكم دائما يعني حياه صحيه، وان شاء الله انا يعني اطلع عليكم ب بودكاستات قادمة حول أسئلة وصلتني أو حول مواضيع أنا هأحكي لكم عنها. أوكي، thank you for listening and stay tuned.